السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سأقوم بمراجعة مختصرة وشاملة لجميع دروس الجغرافيا المبرمجة في الامتحان الجهوي من أجل الاستعداد للامتحان، وهي آخر فرصة للمراجعة على بعد يعني ساعات قليلة من الامتحان. كما قدمكم الدروس 6، كاين درس ديال التنمية هو تقديم عام ومحسوب درس ايضا كيتحط في الامتحانات، وكاين 4 ديال الدروس على المغرب والعالم العربي، 3 على المغرب الموارد الطبيعيه والبشريه، اعداد التراب والتيار الحضريه والريفيه، ودرس على مشكل الماء وظاهره التصحر، ثم كاين درس اخر على الولايات المتحده الامريكيه قوه اقتصاديه عظمى. وقبل البدء في هذه المراجعه، فضلا وليس امرا، ادعموا القناه بالضغط على زر الاشتراك والاعجاب. نبداو على بركة الله مع أول درس اللي هو مفهوم التنمية، تعدد المقاربات التقسيمات الكبرى للعالم. فالدرس خصنا نعرفوا مفهوم التنمية، المقاربات، التقسيمات ديال العالم انطلاقا من العنوان لثلاثة الحويجات. بالنسبة للتنمية شنو كتعني؟ التنمية المفهوم ديالها هي التطور أو النمو أو التغير الجذري اللي كيعرفوا بلد معين في مختلف الميادين. هذا هو التنمية. ظهر هذا المفهوم بداية في الاقتصاد، ثم انتقل إلى مجموعة من الميادين، وفي التالي بقينا كنهضروا على مفهوم التنمية البشرية. والتنمية فيها أنواع، كاين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. ومفهوم هذه المصطلحات نعرفهم. التنمية الاقتصادية كنقصدوا بها التطور اللي كيوقع الإنتاج الاقتصادي وكينتج عليه الرفع من حجم الناتج الداخلي الخام. والتنمية البشرية هي الإجراءات التي تهدف إلى دعم قدرات الفرد وتحسين مستوى معيشته وأوضاعه الاجتماعية. هاد التنمية باش ندرسوها كيخصنا مقاربات. المقاربات اللي كندرسو بها التنمية 7، كاينة مقاربة اقتصادية، مقاربة ديموغرافية، مقاربة اجتماعية، السياسية، البيئية، الثقافية، السوسيو اقتصادية. شنو كتعطينا كل مقاربة؟ كل مقاربة كتعطينا مؤشرات ديال القياس. مثلا المقاربة الاقتصادية كتقول لك الا بغيت تقيس التنمية الاقتصادية كتعتمد على من؟ الناتج الداخلي الخام والدخل الفردي ونوع بنية الاقتصاد. المقاربة الديموغرافية كتقول لك الا بغيتي تقيس التنمية الديموغرافية خصك تركز على نسبة المواليد، الوفيات، النمو السكاني، امد الحياة، الخصوبة، الانتقال الديموغرافي. ثم المقاربة الاجتماعية كتقول لك الا بغيتي تقيس التنمية الاجتماعية ركز على نسبة الامية، المساواة بين الجنسين ومعدل التأطير الطبي. المقاربة السياسية كتقول لك الا بغيتي تشوف واش كاينة التنمية في واحد البلاد ولا ما كاينش سياسية شوف واش كاينة الديمقراطية وحقوق الانسان ولا لا. ثم كاين المقاربة البيئية كتقول لك الا بغيت تقيس التنمية البيئية شوف واش كاينة التنمية المستدامة في هذه البلاد واش كيراعي البعد البيئي. المقاربة الثقافية كتقول لك شوف نسبة التعليم ونسبة التمدرس. والمقاربة السوسيو اقتصادية كتجمع مجموعة من المؤشرات لأن كتجمع ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو ثقافي. هادو كاملين كتجمعهم في واحد المؤشر سميتو مؤشر التنمية البشرية الDH. ثم اعتمادا على هاد المقاربات كان إلا بغينا نقسمو العالم كنشوفو المقاربة الاقتصادية والمقاربة السوسيو اقتصادية. علاش؟ لأن باش نصنفو العالم كنشوفو الاقتصاد شحال هادي، ودابا ولينا كنعتمدو على مؤشر التنمية البشرية. داكشي علاش غادي نركزو على هاد جوج ديال المؤشرات. إذا غادي نشوفو التقسيمات الكبرى للعالم اعتمادا على جوج ديال المؤشرات. المؤشر الأول هو مؤشر التنمية الاقتصادية، المؤشر الثاني هو مؤشر التنمية البشرية. إلا بغينا نقيسو التنمية اعتمادا على مؤشر التنمية الاقتصادية كنركزو على الناتج الداخلي الخام، كنحسبو الناتج الداخلي الخام وكنشوفو الدول شحال عندها. ثم من بعد كندوزو الدخل الفردي. الدخل الفردي شنو هو؟ هو داك الشيء ديال الناتج الداخلي الخام تنقسموه على عدد السكان. داك الشيء اللي جا للفرد هو حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام. ثم اعتمادا على هاد حصة الفرد كنشدو دول العالم ونصنفوها، ها الاولى اللي عندها اكبر دخل فردي، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، ها الخامسه، ها السادسه، وحنا غاديين دول العالم كاملين. وملي كنشدو دوك دول العالم كاملين اعتمادا على داك التصنيف كيمكننا نلقاو العالم كينقسم لاربعه المجموعات. دول غنيه اللي عندهم الدخل الفردي مرتفع جدا بحال امريكا، اوروبا، امريكا الشماليه، اوروبا، اليابان، استراليا. كاين دول صعيده اللي عندهم متوسط مثل الصين، تركيا، البرازيل، الهند، جنوب افريقيا. كاين دول ناميه اللي عندهم متوسط الى ضعيف بحال المغرب، مصر، نيجيريا، تونس. وكاين دول اللي هي فقيره عندهم وعندهم الدخل الفردي ضعيف جدا. شحال هذيك العالم كيقسم
او الناس كيقسموا العالم اعتمادا على هذا المؤشر التنميه الاقتصاديه، ولكن بنت فيه عيوب وخلانا ننتقلوا لمؤشر اخر اللي هو مؤشر التنميه البشريه. الا بغينا نقيسوا العالم اعتمادا على مؤشر التنميه البشريه، تنركزوا على دوك ثلاثه الحويجات اللي كاينين في مؤشر التنميه البشريه. شنو هما؟ كنركزوا على مستوى التعليم والصحه والدخل الفردي، وكنديروا واحد الحسابات وكنلقاو بان مؤشر التنميه البشريه كيتراوح في العالم كله من صفر الى واحد بدون وحده، وكنقسموا العالم كل واحد فين جا من صفر لواحد. كاين دول اللي عندها مؤشر مرتفع جدا كتفوت 0.8 بحال امريكا الشماليه والاتحاد الاوروبي وكندا، وكاين دول اللي عندها مؤشر التنميه البشريه مرتفع من 0.71 0.8 بحال الخليج العربي اوروبا الشرقيه، وكاين دول عندهم مؤشر التنميه متوسط بحال المغرب والعربي كامل، المغرب الجزائر تونس عندهم ما بين 0.53 و 0.71، وكاين دول اللي عندهم مؤشر ضعيف عندهم اقل من 0.53 وغالبا جايين في افريقيا جنوب الصحراء. اذا هذا الشيء اللي كاين في الدرس ديال مفهوم التنميه تعدد المقاربات التقسيمات الكبرى للعالم. وندوزو للدرس الثاني اللي هو المجال المغربي للموارد الطبيعيه والبشريه. جوج حوايج خصكم تعقلوا عليهم في هذا الدرس، الموارد الطبيعيه والموارد البشريه. الموارد الطبيعيه خصكم تعرفوا الوضعيه ديالها واساليب التدبير ديالها، ونفس الشيء الموارد البشريه خصكم تعرفوا الوضعيه ديالها واساليب تنميتها. بالنسبه للموارد الطبيعيه هي اللي خلق ربي في الطبيعه بحال الماء، التربه، الغابات، الثروه البحريه، مصادر الطاقه والمعادن. هذه الموارد الطبيعيه كاينه في المغرب ولكن كتختلف الوضعيه ديالها. بالنسبه للماء خصنا نعرفوا وضعيته، شنو هي وضعيته؟ كنشوفوا التوزيع ديالو. الماء كيتركز لنا في المنطقه الاطلنطيه 73%، كذلك ايضا الماء كينقص وغادي هو كينقص، كيتعرض لمشاكل بحال التلوث، الجفاف، الاستقلال المفرط. شنو كيديروا باش نلقاو ندبروه؟ كاينه السدود، تنقيب عن المياه الجوفيه، كاين تصفيه المياه العديمه، تحليه مياه البحر، اصدار قانون الماء، تاسيس المجلس الاعلى للماء والمناخ. التربه، عندنا التربه حتى هي ضعيفه، 90% من التربه اللي عندنا في المغرب ضعيفه وغير صالحه للزراعه، وكتتميز ايضا بسوء التوزيع، وزيد على داك الشيء كتعرض لمشاكل بحال انجراف، التلوث، الملوحه، الاستغلال المفرط والعشوائي. شنو كيدير المغرب باش يدبرها؟ كيبني الحواجز، كيدير التشجير، كيدير المدرجات، كيعتمد السقي العصري، التوعيه. المورد الطبيعي الثالث الغابه. الغابه عندنا في المغرب ماشي كبيره، 12% كتغطي من التراب الوطني. سوء التوزيع حتى هي كتركز في الجبال وفي المعموره، في الريف والاطلس المتوسط والكبير والصغير وفي منطقه المعموره. كتتميز بالتنوع ولكن كتعرض لمشاكل بحال الحرائق، الرعي الجائر، الاجتثاث. شنو كنديروا في المغرب؟ كنديروا التشجير باش نحميوها، كنبنيو نديروا محميات، نسيجوا محميات، كنمنعوا الرعي الجائر، تاسيس المندوبيه الساميه للمياه والغابات ومحاربه التصحر، تشجيع البحث العلمي والتوعيه. ثم كاين المورد الثالث الرابع هو الثروه البحريه. الحمد لله حنا في المغرب عندنا السمك، عندنا الخير مزيان، اذا كتوفروا على امكانات ضخمه. علاش؟ لان عندنا جوج ديال البحور، كتنعش هذه الامكانات، الاقتصاد الوطني كينتعش بهذا الاخر. ولكن رغم ذلك كتعرض الثروه السمكيه لمشاكل بحال الاستغلال المفرط، التلوث، تهديد بالانقراض، عدم احترام فتره الراحه البيولوجيه، مجموعه من التهديدات اللي كتفسر الضعف ديال او التراجع او المشاكل اللي كتعرض لها الثروه السمكيه في المغرب. شنو كيدير المغرب باش يدبر الموارد ديال الثروه البحريه؟ كاين اصدار قوانين الهدف منها هو تنظيم السيت البحري. اسس المغرب المعهد الوطني للدراسات البحريه، ولا كيعتمد في راحه الراحه البيولوجيه، وكيدير المراقبه وغيره ومراجعه مجموعه من الاتفاقيات حول الصيد البحري. بقات لينا مصادر الطاقه والمعادن. المغرب كما كتعرفوا ما عندوش مصادر الطاقه، يعني ما عندوش البترول، ما عندوش الغاز الطبيعي، ما عندوش حتى لابد شحال ديال الغاز الطبيعي قليل. علاش؟ وكاين ايضا المشكل الثاني اللي كتواجه هذه المعادن ومصادر الطاقه، ارتفاع التكلفه ديال الانتاج المعدني وندره الاكتشافات. ومن بين الامور اللي زوينه عندنا في مصادر المعادن هو ان عندنا واحد التنوع ديال المعادن، وعندنا معدن مهم بزاف اللي هو الفوسفات. عندنا 75% من الفوسفات اللي كاين في الكره الارضيه كاين في البلاد ديالنا. شنو كيدير المغرب باش يزيد ينمي هذا الشيء ديالو ويطور ويدبر الموارد الطبيعيه ديالو، مصادر الطاقه والمعادن؟ كيدير التنقيب، كيجيب شركات يقلبوا وكيقلب هو عن مصادر الطاقه والمعادن، كيشجع الاستثمارات الاجنبيه باش يجيو، والمغرب لجا الى الطاقات المتجدده وكيعتبر رائد في الطاقات المتجدده. ندوزو هذا الشيء اللي خصك تعرف على وضعيه الموارد الطبيعيه. بدات لنا وضعيه الموارد البشريه. الوضعيه ديال الموارد البشريه باش كتتميز خصنا نعرفوا الوضعيه ديال السكان في المغرب، ثم المستوى ديال التنميه، ثم اش كيدير المغرب باش يرفع من المستوى ديال التنميه البشريه في المغرب. الحاجه الاولى هو خصنا نعرفوا بان السكان عندنا عرفوا انفجار ديموغرافي ديال الوضعيه. السكان زادوا بواحد الوتيره سريعه في القرن، في بدايه نصف الثاني من القرن العشرين، يعني انتقلوا من 11 مليون حتى لحوالي 34 مليون في 2014.
كذلك ايضا الساكنه الحضريه كتزيد بواحد الوتيره سريعه جدا، ودابا السكان ديال المدينه فاتوا 60%. كذلك ايضا السكان كيتميزوا بسوء التوزيع، كيتركزوا بزاف في الشمال والغرب، وكاين ايضا ارتفاع نسبه الفئه النشيطه. وهذا الشيء كامل كذلك هذا ارتفاع الفئه النشيطه طرح لنا مشاكل. شنو هي المشاكل اللي طرحها؟ مشاكل امام المقاولات خصهم يوفروا فرص الشغل، مشاكل امام المؤسسات التعليميه اللي خصها توفر المدارس للدراري، مشاكل كبيره. هذا الشيء خلى مستوى التنميه البشريه في المغرب يكون متوسط، وكنحتل الرتبه 124. علاش؟ لان عندنا اميه كبيره، الفقر، البطاله، ضعف الدخل الفردي، وضعف التاطير الطبي، ومشكل ديال السكن. شنو المغرب دار باش ينمي الموارد الطبيعيه البشريه ديالو؟ اساليب التنميه كاينه اربع الحوايج. الحاجه الاولى اطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من اجل تحسين الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه اللي تلقاها الملك محمد السادس، وركزت على ثلاثه المحاور. المحاور ديالها هي التصدي للعجز الاجتماعي، تشجيع الانشطه المتاحه للدخل وفرص الشغل، استجابه لحاجه الاشخاص في وضعيه صعبه. ثم اطلاق برامج اقتصاديه واجتماعيه وتجهيزات على المستوى الاقتصادي، خلق المشاريع الانمائيه وتشجيع المقاولات ديال الشباب والاستثمارات وتشجيع العمل الجمعوي، التعاونيات، خلق الاقطاب الصناعيه. واجتماعيا تعميم التمدرس، محاربه الاميه، محاربه السكن غير اللائق، التغطيه الصحيه، تشجيع الجمعيات، مجموعه من الامور. وفي التجهيزات توفير شبكه الماء والكهرباء، انشاء الطرق القرويه، بناء المؤسسات التعليميه في المناطق النائيه. اذا هذه مجموعه من التدابير اللي دارها باش تحسن الوضعيه ديال الموارد البشريه. اذا هذا الشيء اللي كاين في الدرس الثاني ديال المجال المغربي للموارد الطبيعيه والبشريه، وندوزو للدرس الثالث. الدرس الثالث هو الاختيارات الكبرى لسياسه اعداد التراب الوطني، اللي مهم بزاف في الدرس نعرفوا شنو هي سياسه اعداد التراب الوطني ونركزوا على المبادئ ديالها. الاختيارات الكبرى لسياسه اعداد التراب الوطني والمجاليه، ونستنتجوا دور سياسه اعداد التراب الوطني في تحقيق التنميه. نبداو بالمفهوم، اعداد التراب الوطني شنو كنقصدوا بها؟ هي سياسه الهدف منها هو تنظيم المجال المغربي بهدف التخفيف من التباينات بين المجالات وتحقيق التنميه. هذا هو المفهوم ديالو. التحديات ديالو، التحديات اللي خلات المغرب ينهي سياسه اعداد التراب الوطني، ولا اللي كتواجه سياسه اعداد التراب الوطني، ثلاثه: التحديد الديموغرافي، عند السكان زادوا بزاف، طرحوا لنا مشاكل ديال السكن، التشغيل، التعليم وغيره. الحاجه الثانيه التحدي الاقتصادي، تاهيل، عندنا مشكل في تاهيل الاقتصاد الوطني، وخصنا نطوروا الاقتصاد ديالنا، وخصنا نرفعوا من المردوديه ديالو، وخصنا نفتحوا على العالم. اذا التحديات كبيره. وكاين التحدي البيئي، بحيث يتمثل في ان هذه السياسه ديال اعداد التراب الوطني خصها تحافظ على الموارد الطبيعيه، خاصه امام تراجع الموارد المائيه والتقلبات المناخيه وانتشار التلوث. هاد السياسه ديال اعداد التراب الوطني وجهتها اربعه ديال المبادئ، عقلوا عليهم، كتحط بزاف في الامتحان. اربعه ديال المبادئ الاساسيه. المبدا الاول عقلوا عليه، تدعيم الوحده الوطنيه. كيفاش ندعموها؟ عن طريق استكمال الوحده الترابيه وتحقيق التوازنات المجاليه والتضامن. كاينه تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه عن طريق تشجيع الاستثمارات وتوفير البنيه التحتيه وتحديث الاداره. كاين المحافظه على البيئه، وذلك بالمحافظه على المحيط وحمايه التراث الوطني الطبيعي وحمايه الموارد البيئيه في المغرب. كذلك اذا اشراك السكان في التسيير عن طريق تبني الديمقراطيه وتفعيل التضامن مع استشاره المواطنين في تحديد الاختيارات التي تهم مصيرهم. ثم هذه السياسه خرجت لنا بسته الاختيارات. الاختيار الاول هو تنميه العالم القروي. قالت لك باش نحققوا اعداد التراب الوطني خصنا ننميو العالم القروي. كيفاش ننميو؟ عن طريق انجاز برامج ومشاريع تنمويه، ونقلصوا من التفاوت ما بين الباديه والمدينه. الحاجه الثانيه هو تاهيل الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع الاستثمارات وتحديد البنيات ديال الاقتصاد. الحاجه الثالثه تدبير الموارد الطبيعيه والمحافظه على التراث عن طريق ترشيد استغلال الموارد الطبيعيه وتوثيق التراث وحمايته. الحاجه الرابعه هو تنميه المدن، وذلك بتحسين الخدمات والقضاء على السكن غير اللائق واعداد تصاميم التهيئه. ثم حل اشكاليه العقار بالتحكم في سوقه بالمدن وايجاد حلول للمشاكل بالباديه، وتاهيل الاجتماعي باصلاح التعليم ومحاربه الاميه وتطوير البحث العلمي والعنايه بالتكوين المهني. واللي مهم بزاف هو الاختيارات الكبرى والمبادئ. كاين ايضا اختيارات مجاليه، حيث ان المغرب قسم المجال المغربي لسبعه المناطق. هاد السبعه المناطق هما هادو، قسم المغرب كاين المناطق الجبليه، وكل منطقه عطاها واحد الهدف. المنطقه الاولى هو المناطق الجبليه، الهدف منها هو الحفاظ على الموارد الطبيعيه وفك العزله. كذلك ايضا المدارات المسقيه، الهدف منها هو يعني المناطق المسقيه، الهدف منها هو تحقق لنا الامن الغذائي. المناطق الصحراويه كيكون ما فيهاش الموارد، ما فيها والو، الهدف من نديروا لها دمج مع جهات اخرى. المناطق الشماليه والشرقيه
الهدف منها هو تدعيم البعد الأورو متوسطي والحدودي. المناطق ديال البور اللي كتعتمد على التساقطات الهدف منها هو نرفعوا من فعالية الاقتصاد ونحققوا التوازنات المجرية. بالنسبة للمنطقة السادسة هو الساحل والبحر، الهدف منها هو عقلنة استغلال الموارد البشرية البحرية وتعزيز الانفتاح على الخارج. ثم الشبكة الحضرية يعني المدن، الهدف منها هو تأهيل المجالات الحضرية وإقرار تنمية شاملة ومندمجة. ثم ندوزو لدور سياسة إعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية. ساهمت إعداد سياسة إعداد التراب الوطني في تحقيق نسبي للتنمية عن طريق على المستوى القروي. هذه سياسة إعداد التراب الوطني ساهمت في تهيئة المجال الريفي والمناطق الجبلية تأهلوا نسبيا، كذلك أيضا تطوير المناطق المسقية، تحسنات المساحات المسقية وكبرت المحافظة على الموارد الطبيعية، والمغرب كسب رهان الأمن الغذائي وبتطوير الفلاحة. وعلى مستوى الحضري هذه سياسة إعداد التراب الوطني ساهمت بإنجاز مشاريع للتقليص من السكن العشوائي، بقات ينقص عندنا السكن العشوائي، ووفرت لنا التجهيزات والخدمات الأساسية وساهمت في تأهيل البنية التحتية. هذا الشيء اللي كاين في الدرس الثالث. وندوزو للدرس الرابع. الدرس الرابع هو أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل، يعني التهيئة الحضرية والريفية، أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل. خصنا نعرفوا جوج حويجات، نعرفوا الأزمة اللي كاينة في المدينة والأزمة اللي كاين في الريف. الأزمة في المدينة خصنا نعرفوا المظاهر ديالها والعوامل ديالها وأشكال التدخلات. نفس الشيء الأزمة اللي كاينة في الريف خصنا نعرفوا علاش المظاهر ديال الأزمة، علاش الأزمة وأشكال التدخل. نتوما كتعرفوا في الثقافة العامة هذه المشاكل، خصكم غير تصنفوها. المظاهر ديال الأزمة ولا المشاكل ديال المدينة كتظهر ولا كتبان ولا كتجلى في خمسة ديال المجالات. كاين اقتصادي، المشكل اللي عندنا في المدينة هو أن ما كايناش مؤسسات كبيرة في المدينة، وكاين الاقتصاد الغير المهيكل. هادو جوج مشاكل كبار كاين في الاقتصاد ديال المدينة. المشكل الثاني اجتماعي، هو أن عندنا البيطالة في المدينة، الفقر، الأمية، أطفال الشوارع، ضعف التشغيل على مستوى التجهيزات، ضعف التجهيزات والخدمات، الماء، الضوء، النقل، مجموعة من المدارس، كاين واحد النقص. على المستوى البيئي كنشوفوا المدينة عامرة نفايات، كاين تلوث ديال الهواء، المساحات الخضراء قلالين، المدن القديمة تتآكل، الزحف ديال العمران على الأراضي الزراعية، وعمرانيا كاين أحياء الصفيح والسكن العشوائي، والمدن القديمة تأكلت. إذا هذه خمسة ديال المجالات يمكن لك تكتبين من الثقافة العامة ديالك. العوامل علاش كاين الأزمة في المدينة؟ العامل الأول هو الانفجار الحضري. أخطر مشكل هو المدينة ملي كثروا فيها عدد السكان، وهذا الانفجار ناتج على الهجرة القروية والتزايد الطبيعي، وكاين مراكز قروية اللي ردوا مراكز حضرية. العامل الثاني هو الاقتصاد البطيء، أن الاقتصاد ما كينموش بوتيرة سريعة، كينمو بوتيرة بطيئة، وقلة فرص الشغل والبطالة وعدم الاستجابة لحاجيات السكان. المشكل العامل الثالث هو ما كاينش إطار ينظم التمدين، وحتى إلا كانوا قوانين ما كتحترمش، داكشي باش ضربنا العشوائية في المدينة. ثم مشكل كبير هو سوء التسيير وتعدد المتدخلين في التدبير الحضري. هذه الأزمة بهذه العوامل ديالها الدولة نات تدخلات عن طريق التهيئة الحضرية وعن طريق مجموعة من البرامج باش تلقى حل. البرامج اللي دارت مثلا تلقات الدولة مشاريع اقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمارات، ولا تشجع المستثمرين، كتشجع المقاولات التعاونية، دارت المناطق الصناعية طنجة ومجموعة من المناطق، نشطات الاقتصاد الحضري، بقات تدير معارض وأسابيع تجارية باش الاقتصاد يتحرك ويتروج. اجتماعيا تلقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبقات تحارب الفقر والبطالة والأمية. تجهيزات والخدمات العمومية، الدولة فتحت مجموعة من الأوراش باش تجهز وتأهل المدن. كنلقاو ورش ديما كنكون غادي في الطريق ونلقاو بانو ديال شي تجهيز ديال شي حاجة، كيدخل في إطار هاد التهيئة الحضرية وفي إطار أشكال التدخل. بيئيا إنشاء مطارح النفايات ومعالجة محطات لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة وإحداث المناطق الخضراء ومراقبة التهوت. والتدخلات اللي دارت على مستوى التهيئة الحضرية في الجانب العمراني، حاربة السكن الغير لائق، ودعمات المشاريع ديال السكن الاقتصادي، وحاولت تحل المشكل ديال العقار، ووضعت لنا قوانين ديال التعمير، مجموعة من القوانين ديال التعمير، تصميم المديرية التهيئة الحضرية، تصميم التنطيق، وتصميم التهيئة، ووضعت لنا مدونات التعمير، وحدثت الوكالات الحضرية ومؤسسات التعمير. هادشي كامل دارته في إطار التهيئة الحضرية لمحاربة المشكل ديال السكن والجانب العمراني. ندوزو للبادية حتى تقريبا غادي نشوفوها في المجالات اللي شفنا المدينة. نشوفوا المظاهر ديال الأزمة. البادية فيها الأزمة كتجلب في ثلاثة ديال المجالات، ولا نزيدو البيئي حتى هو الرابع. المشكل الاقتصادي، البادية كتعتمد على الفلاحة المعيشية، والفلاحة المعيشية كتميز بالضعف المردود ديالها.
وكاينه غير الزراعات البوريه اللي كتعتمد على التساقطات والمعيشيه وضعف الانشطه الاقتصاديه بحال الاخرى بحال الصناعه والتجاره والخدمات. مشكل اجتماعي الباديه فيها المشاكل اكثر من المدينه وكتعرفوها، فيها الاميه، فيها ضعف التمدرس، فيها البطاله، فيها الفقر، فيها ضعف التغطيه الصحيه، فيها الهجره، فيها مشاكل. ومشاكل ديال التجهيزات والخدمات، كاين مشكل ديال الربط بالماء، الكهرباء، المواصلات، ضعف والنقص ديال التجهيزات، الظروف السكنيه، العزله. اذا هذه كامله مشاكل. ويمكن نضيف المشكل البيئي اللي كيتمثل في الضغط على الموارد الطبيعيه، حتى هو يمكن نضيفه كمشكل بيئي. علاش الازمه كاينه في الباديه؟ كاين تهميش ديال الباديه، هذه الاولى. الحاجه الثانيه العزله، كاين تعاقب سنوات الجفاف، الهجره القرويه، كاين صغر الاستغلاليات، كاين البنيات الاراضي المعقده، كاين سوء تسيير الجماعات المحليه. هذه يمكن نقسموها لما هو طبيعي، ما هو تنظيمي، ما هو اقتصادي. الجماعات كامله وعطات المشكل في الباديه. شنو كيدير الدوله باش تلقى حل في اطار التدخلات، في اطار التهيئه الريفيه وسياسه الثروه الوطني؟ كتدخل الدوله عن طريق مجموعه من البرامج. كاين برامج التنميه الاقتصاديه بحال برنامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البوريه، برنامج مكافحه التصحر واثار الجفاف، مخطط المغرب الاخضر، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كاين برامج التنميه الاجتماعيه بحال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، برنامج الاولويات الاجتماعيه. كاين برامج التجهيزات بحال تزود، برنامج تزود بالماء، الكهرباء، الطرق القرويه، تشييد السدود، بناء المدارس المستوصفات. وكاينه مشاريع كبرى اللي تلقاتها الدوله في اطار التهيئه الريفي. ملي قلنا التهيئه الريفيه نهضروا على هذه المشاريع الكبرى. بحالاش؟ بحال مشروع التنميه الاقتصاديه القرويه للريف الغربي، مشروع حوض سبو، مشروع انعاش وتنميه اقاليم الشمال، واستراتيجيه 2020 للتنميه القرويه. هذه المشاريع جات بمجموعه من التدخلات اقتصاديا واجتماعيا وفي التجهيزات. اقتصاديا وفرات فرص الشغل، حاولت دير الغراسات، توسع المساحات المسقيه، كذلك ايضا اجتماعيا حربت الفقر، حربت البطاله، حربت الاميه. وفي التجهيزات حاولت توفر السكن، توفر الطرق، مجموعه من التجهيزات. وبالتالي هذه شملات مختلف المجالات اللي درتها الدوله في اطار التهيئه الريفيه. واذا هذه هي الدرس الرابع، نكونوا سالناه وندوزو للدرس الخامس. الدرس الخامس كيهضر على مشكل الماء وظاهره التصحر في العالم العربي. خصنا نعرفوا علاش مظاهر مشكل الماء. ها جوج ديال المشاكل، الماء والتصحر، نعرفوا المظاهر ديال المشاكل ديالهم، العوامل واشكال التدخل. المظاهر في كيتجلى مشكل ديال الماء في العالم العربي. الحاجه الاولى هو عند حصه الفرد ضعيفه، ضعف حصه الفرد. الحاجه الثانيه هو سوء التوزيع، بحيث ان الماء كيتركز في بلدان النيل والهلال الخاصي. الحاجه الثالثه هو نصيب الفرد كينقص سنه بعد سنه، ودابا ما كيتجاوز 600 متر مكعب، وهاد 600 كتباين ما بين البلدان، ماشي كاع البلدان بحال بحال. والحاجه الرابعه هو ان الماء ما كيلبيش احتياجات السكان، عدم مواكبه المياه لحاجيات السكان. علاش مشكل الماء؟ كاين العامل الطبيعي، المناخ الصحراوي، عدم انتظام التساقطات، توالي سنوات الجفاف. كاين ايضا حتى شبكه الانهار، عامل طبيعي، سياده الانهار الموسميه واللي كتميز بجريان مائي ضعيف. كاين ايضا ضعف حجم المياه الباطنيه، هذه كامله مجموعه من العوامل اللي هي طبيعيه. كاين ايضا عوامل كتمثل في قله التجهيزات، قله وسائل تخزين المياه مثل السدود. كاين مشكل ايضا ديال التبخر الطبيعي. كاين التزايد السكاني السريع اللي هو عامل ديموغرافي. كاين الاستغلال المفرط حتى هو. كاين تزايد الطلب، عامل اقتصادي على القطاعات، الطلب القطاعات الاقتصاديه وخاصه الفلاحه على الماء. كاين ابعاد مشكل الماء، ما كايناش في الاطار المرجعي ابعاد مشكل الماء، ولكن هذه الابعاد هي اللي كتفسر العوامل. انا فرقتهم غير باش حتى نطلبوا لك الابعاد ما تبقاش واحد وما تعرف ما دير. وبالتالي هذه راه ما كايناش قلنا في الاطار المرجعي، ولكني باش نفسروا بها المشكل ديال الماء. وحتى الا حطوا لكم ابعاد تكتبوا لهم هذه ثلاثه الابعاد. كاين البعد الاقتصادي، كيتمثل في ان الاقتصاد كيزيد الطلب ديالو على الماء وخاصه الفلاحه. كاين البعد الديموغرافي، السكان ديال العالم العربي كيزيدوا بوتيره سريعه جدا، ومستقبلا مازال غادي يزيدوا، وبالتالي غادي يزيد المشكل ديال الماء. وكاين البعد السياسي، كيتمثل في دوك الصراعات اللي كاينه ما بين البلدان اللي عندهم انهار مشتركه بحال مصر والسودان حول نهر النيل، وبحال ايضا الصهاينه مع العرب حول نهر الاردن. اذا هذا بالنسبه للابعاد. ثم شنو كيدير المغرب او العالم العربي؟ يقدروا يطلبوا لنا اش كيدير المغرب، يقدروا يقولوا لنا اش كيدير العالم العربي لمواجهه مشكل الماء. وهذا الشيء راه شفناه في الدرس الاول ديال المجال المغربي للموارد الطبيعيه والبشريه. شنو كيتندى بحال السدود، هذه الحاجه الاولى. شنو كيدير؟ كيتندى تحليه مياه البحر. كاين ايضا انشاء انهار صناعيه مثل النهر الصناعي العظيم الذي دارت له ليبيا، اللي دار فيه يعني انابيب كينقل الماء من الجنوب ديال ليبيا للشمال. كاين ايضا اعتماد السقي العصري، كاين حملات التحسيس والتوعيه، كاين معالجه المياه ديال الصرف الصحي. اذا هذه مجموعه من التدابير. ندوزو للتصحر. التصحر شنو كنعنيو به؟ التصحر هو تدهور انتاجيه الارض وفقدان قدرتها على الانبات، ما كتبقاش تنبت.
ومن المظاهر والاشكال ديال التصحر في العالم العربي هو الجفاف، تتجف الارض وكتولي يعني مشققه، الماء كينشف، التربه كترتفع فيها نسبه الملوحه وكتبقى تبان الاملاح فوقها كتصل، الغطاء النباتي كيموت، زحف ديال الرمال. هذه كامله اشكال ومظاهر ديال التصحر في العالم العربي. وايضا عندنا من المظاهر ديال التصحر في العالم العربي هو ان المساحه اللي هي كتعرض للتصحر او متصحره كتفوت 60%، حوالي يعني 68% من الاراضي ديال العالم العربي هي اراضي متصحره، يعني اكثر من الثلثين. كذلك ايضا هذيك الخمس اللي بقات 20% مهدده بالتصحر، بقاتنا غير 11%. كذلك ايضا هذه الوتيره ديال التصحر كتزيد بوتيره سريعه جدا، والتصحر كيتفاوت بطبيعه الحال، كيتركز بزاف في الخليج العربي وفي مصر وليبيا والجزائر، هادو هما الدول اللي كيعرفوا اكبر نسبه ديال التصحر. شنو هي العوامل اللي عطتنا التصحر؟ جوج عوامل، طبيعيه وبشريه. طبيعي كتمثل عندنا التقلبات المناخيه، عندنا شده الجفاف، عندنا تعريه بمختلف اشكالها. بشريا كاين الاستغلال المفرط، الموارد المائيه والسطحيه والباطنيه، كاين التلويد ديال التربه، كاين اجتتات او قطع ديال الغطاء النباتي، كاين الرعي الجائر، كاين الحرث في اتجاه الانحدار، اذا كاين الزحف العمراني، كاين الصقل المفرط. هذه كامل اسباب كتضر التربه وكتعطي التصحر. شنو كيدير العالم العربي باش يحارب التصحر؟ كيدير تدابير، تدابير في مختلف المجالات. عقل على ان لنا محاربه التصحر اتخذ العالم العربي 4 ديال التدابير في مختلف المجالات. كاين تدابير تقنيه واقتصاديه واجتماعيه وقانونيه. تقنيه كتمثل كل ما هو تقني، بحال التشجير، بحال تثبيت الرمال، بحال الحرث عكس الانحدار، بحال اعتماد التناوب الزراعي والدوره الزراعيه. هذه كامل السقي العصري، هذه كامل اساليب تقنيه دارها العالم العربي باش يواجه مشكل التصحر. كاين تدابير اقتصاديه كتمثل في تكييف الانشطه الاقتصاديه مع خصائص المناطق الجافه، كيدير لهم مشاريع اللي كتكيف مع ديك المنطقه اللي كيكونوا فيها يعني فيها الصحراء. كاين تدابير اجتماعيه محاربه الفقر وتحسين المستوى المعيشي، وكاين تدابير قانونيه كتمثل في مصادقه الدول العربيه على الاتفاقيه الدوليه لمكافحه التصحر واصدار مجموعه من القوانين للمحافظه على الثروات الطبيعيه. اذا هذا الشيء اللي كاين في الدرس الخامس، وندوزو الدرس الاخير والسادس اللي هو الولايات المتحده الامريكيه قوه اقتصاديه عظمى. هذه القوه الاقتصاديه العظمى خصنا نعرفوها فين كتجلى القوه ديالها والعوامل ديالها والمشاكل ديالها، ولكن في ثلاثه القطاعات المهمه. القطاع الاول هو الفلاحه، القطاع الثاني هو الصناعه، القطاع الثالث هو التجاره. غادي نشوفوا المشاكل ديال كل شيء. نبداو بالفلاحه، اللي خصنا نعقلوا عليه في الفلاحه الامريكيه هو انها كتميز بالتنوع، تنوع الانتاج وضخامته واحتلال المراتب الاولى على مستوى العالم فلاحيا زراعيا وفي الانتاج الحيواني. هذه مهم. كذلك هذا الشيء كامل عطى الفلاحه، ونعطيو امثله لهذا الشيء كامل عطى الفلاحه الامريكيه انها كتحتل المرتبه الاولى في العالم على مستوى الانتاج وعلى مستوى التصدير. وايضا ذكروا في المظاهر ديال قوه الفلاحه فين كتركز الفلاحه، الفلاحه كتركز في السهول الكبرى اللي كتعتبر اكبر مجال فلاحي في العالم، يعني في القسم الشرقي وسط وشرق البلاد. علاش الفلاحه الامريكيه قويه؟ علاش؟ شنو هي الاسباب؟ كاينه ثلاثه المجالات اللي كتفسر هذه القوه، طبيعيا وبشريا وتنظيميا. طبيعيا كاين عندهم الماء، عندهم التربه، عندهم الانبساط، عندهم تنوع ديال المناخ. بشريا عندهم عدد السكان كبير، سوق استهلاكيه، وعندهم اليد العامله مؤهله وخبيره، وعندهم ايضا استقطاب الاطر العليا والمهاجرين. هذه كامله عوامل بشريه. وعلى المستوى التنظيمي الامريكان عندهم ما يعرف بالاجرو بيزنس، كتندمج الفلاحه مع الصناعه، وكذلك ايضا كيعتمدوا على التقنيات الحديثه وعلى البحث العلمي. هذه مجموعه من العوامل هي اللي عطات القوه ديال الفلاحه. ندوزو للصناعه، تقريبا غادي نهضروا غير على الصناعه في الخصائص ديال الصناعه، اما هما تقريبا كيتشابهوا شويه مع الفلاحه في الامور، يعني في الامور الكبيره ولا في العناصر الاساسيه اللي خصنا نهضروا عليهم. مثلا الولايات المتحده الامريكيه على المستوى الصناعي هي كتميز بالتنوع ديال الانتاج الصناعي والضخامه ديالو، كنهضروا على المنتوجات اللي كاينه جميع فروع الصناعات، ضخامه الانتاج احتلال المراتب الاولى. وكنذكروا بعض الانواع اللي عندها: صناعه الصلب، السيارات، صناعه العاليه، التكنولوجيا، الطائرات، معدات غزو الفضاء، المعلوميات، الصناعه الحربيه. كذلك ايضا كنذكروا في المظاهر ديال القوه ديال الصناعه المجالات فين كاينه الصناعه في الامريكان. ثلاثه المجالات مهمه، كاين الشمال الشرقي، هذا مجال قديم كتركز فيه الصناعات القديمه، ثم كاين الجنوب الشرقي اللي كتركز فيه الصناعات الحديثه، وكاين الغرب الساحلي اللي كتركز فيه الصناعات العاليه التكنولوجيا. ثم هذه الصناعه الامريكيه حتى هي كتفسرها القوه، علاش هي قويه؟ بثلاثه العوامل.
كاين العامل الطبيعي والعامل البشري والتنظيمي. الطبيعي كاين عندهم مصادر الطاقه والمعادن مزيان تنوع، وكنذكروا امثله ديالهم، عندهم عدد السكان الضخم وعندهم يد عامله مؤهله وعندهم استقطاب المهاجرين وعندهم استقطاب يعني الادمغه وعندهم ارتفاع يعني الفئه النشيطه. هذه مجموعه من العوامل. ثم تنظيميا وتقنيا كيعتمدوا على التنظيم الراسمالي وعلى اللي كيقوم على مجموعه من المبادئ، وايضا التنظيم الراسمالي يعطيهم ظاهره ولا قوه ظاهره التركيز الراسمالي الافقي والعمودي، وكيعتمدوا على التجديد المتواصل ل مختلف يعني الوسائل اللي كتعاونهم في الصناعه، وكيعتمدوا على البحث العلمي وعلى الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات. ثم ندوزو للتجاره. التجاره حتى هي خصنا نعرفوا مظاهر ديال القوه ديالها والعوامل. التجاره الامريكيه من مظاهر قوتها انها كتحتكر 14% من التجاره العالميه الامريكان بوحدها، كذلك ايضا كتعتبر اول مستورد وثاني مصدر، ذات البلاصه الصين والتي هي الثانيه، وكيشكل قطاع التجاره والخدمات اكبر جزء من الناتج الداخلي الخام، يعني اكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام. وكتعامل الامريكان مع جميع دول العالم، وكتصدر غير المواد الصناعيه هي اللي كتصدر بزاف، وكتعتبر الامريكان هي اول مستثمر خارجي في العالم. ثم علاش التجاره الامريكيه قويه مجهده بزاف؟ لان كتمتلك الامريكان شركات متعدده الجنسيات عندها فروع في مختلف دول العالم بحال كوكاكولا، ماكدونالد، مجموعه من الفروع اللي كتنشط التجاره الامريكيه. الحاجه الثانيه هو ان الامريكان عندها منفتحه طبيعيا على واجهتين بحريتين كيسهل الاتصال ديالها بالعالم. الحاجه ايضا الثالثه هو على مستوى التجهيزات، الامريكان عندها اكبر واطول شبكه ديال المواصلات والاتصال في العالم. كذلك ايضا الامريكان عندها انتاج ضخم فلاحي وصناعي هو اللي كيخليها تكون قويه تجاريا ومنخرطه في التكتلات الاقتصاديه العالميه، وعندها سوق استهلاكيه ضخمه، يعني عدد السكان كيعطي سوق استهلاكيه ضخمه، وبالتالي هذه مختلف المظاهر والعوامل اللي كاينه في مختلف المجالات. ندوزو للمشاكل والتحديات. الامريكان عندها بزاف ديال المشاكل. الا قالوا لنا مشاكل الاقتصاد الامريكي كيخصنا نهضروا على هادو كاملين، ولا قالوا لنا مشاكل ديال شي حاجه بوحدها في الحاولة الصناعه ولا التجاره نهضروا على كل حاجه بوحدها. اقتصاديا عندها مشاكل اقتصاديه فلاحيا وصناعيا في ثلاثه المجالات. في الفلاحه من المشاكل اللي عند الامريكان هو التضخم ديال الانتاج، عندها فائض في الانتاج وصعوبه في التصريف ديالو، وبالتالي هذا مشكل لان الدول الناميه تقلصت المشتريات ديالها وبالتالي فاض الانتاج في الامريكان. كاين ايضا تدهور المجال الفلاحي، ان التربه بقات تتعرض للانهاك وتلويث الفرشه المائيه بفعل الاستغلال المفرط، مشكل بيئي نتيجه الاستغلال المفرط للاراضي. صناعيا الامريكان عندها المنافسه الاجنبيه وخاصه من طرف دول جنوب شرق اسيا، وخاصه فيما يهم الصناعات العاليه التكنولوجيه اللي كانت تحتكرها بوحدها. كذلك عندها مشكل ديال مصادر الطاقه والمعادن، رغم انها قويه في الانتاج الا انها تعتبر من اهم ولا من اول الدول اللي كتسود، وبالتالي مرتبطه بالخارج، وهذا الارتباط ديالها بالخارج كيخليها متاثره بالازمات، الا وقع اي مشكل في العالم كيتاثر الاقتصاد العالمي. ثم عندها صعوبه ديال المنافسه، ان المنتوجات الامريكيه كتلقى صعوبه في التنافس، علاش؟ لان التكلفه ديال الانتاج كتكون غاليه بزاف، وبالتالي مشكل ديال التنافس رغم الجوده ولكن ثمن باهظ جدا. ثم كاين مشاكل تجاريه كتمثل في العجز ديال الميزان التجاري والمنافسه والحرب التجاريه مع الولايات المتحده الامريكيه مع الصين، وتزايد الواردات ديال مصادر الطاقه والمعادن. كاينه مشاكل اجتماعيه كتمثل في الشيخوخه، الميز العنصري من طرف خاصه اللي كيتعرضوا ليه الاقليات السود، البطاله، الفقر كيتعرضوا ليه السود، الجريمه، المخدرات، الهجره السريه، وكاين العوامل البشريه والتنظيميه اللي كتمثل في الكوارث الطبيعيه بحال الفيضانات، الزلازل، البراكين الى غير ذلك. كاين الكوارث البيئيه اللي كتمثل في التلوث بمختلف اشكاله، الامطار الحمضيه، ارتفاع غاز ثاني اكسيد الكربون، المساهمه في الاحتباس الحراري. وبهذا غادي نكونوا سالينا الدرس ديال الولايات المتحده الامريكيه وصلينا 6 ديال الدروس المبرمجه في الامتحان الجهوي. كنتمنى انكم تكونوا ركزتوا معايا وخديتوا هذا الشيء واستفدتوا منه. الا خديتوا هذه المعلومات ومشيتوا كتبتوها في الامتحان كونوا على يقين انكم ما تنقصوش على 18، والله يوفق الجميع، ونشوفكم كلكم جايبين نقط متميزه جدا تشرف الماده، ويعني ما نضيعوش هذا المجهود ديالنا، والله يوفق الجميع.